مساكم الله بالخير يا ويوه الخير. السلام عليكم. تذكرون اللي متابع أني جيت في شهر 12 كان المكان هذا مقفول، نزل بس تحت تصور هذا الشلال الحلو، الحين كل شيء مفتوح، الجماعة لابسين صيفي. اليوم الجمعة وجمعتكم مباركة، تاريخ 20/4/2018. ما في جريان قوي، ولا أيام الجريان القوي تشوفون هالمدرجات كلها ماي. نواصل للشلال الرئيسي. وهذا المكان تقدر تتمشى فيه في الغابة هاي. نواصل اللقطات. حاول انزل لين الجسر اللي تحت. يلا وراي واحد واحد. من التلفريك الى الاعلى حاليا، هذه بلدة دورن بن النمسا، هذه طبعا في قرب النمسا، هذيك بحيرة كونستانت اللي يسمونها بعد بودنسي، هذاك الجانب المانيا طبعا. واللي يحب ينزل يمشي، ولا ياخذ الهاكينج، تعرفونهم هم طبعا يحبون المشي ويحبون السياكل ويحبون. هذا مرتفع طبعا عن سطح البحر تقريبا كيلو كيلو الا 976. هذا اسمه كارن، اسم المكان. كان مطل جميل على بيع اليوم الجمعة تاريخ 20/4/2018. درجة الحرارة الحين فوق هني درجة الحرارة 18، وهم جماعة مصيفين. وهذا المطعم البانورامي فوقنا. الفريق من الخارج. يلا بننزل. في ناس تطلع من تحت مشي وينزلون من هنا بالتلفريك، والعكس صحيح، في ناس تطلع وتنزل مشي. يعني يوم تي تاخذ تذكرة قول له رايح طالع جاي. ده أحلى 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 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطل دورن بن. وهذا تلفريك كارن اللي في بلدة دورن بن في النمسا، بحيرة كونستانت أو بودنسي لنداو برينغز هالجهة هاي. فيها هذا المطل جميل
خصوصا تذكرة الشخص الكبير الواحد بهد 10 يورو رايح جاي، وما في يعني درجة واحدة فقط، يعني ما في تقول تغير 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 مطل تغير تلفريك، لا وفي هذه هاي التغاطة. الطريق للأسفل طبعا برينجز قريبة، لنداو قريبة من هني، فهاي باكج كامل تقدر تيه تقدر تطوف عليه. وفي بلد بعد هني جنوب، أنا والله غطيته ونسيت اسمها، بعد جميلة أنصح بزيارتها. طبعا تبركن هني ولا مني ولا مني، وتحط لك 2 يورو وتطلع وتنزل. تقدر تنزل ماشي، تقدر تطلع ماشي وتنزل بالهذا، على كيفك، لك خيارات. عموما هذا المطل حلو، وفي مطعم بعد جميل فوق، مطعم رومانسي، مطعم بانورامي. يلا وراي واحد واحد، وين الله بيودينا.